أنتم الآن تتابعون برنامج السعودية اليوم لمناقشة أهم القضايا المحلية. للتواصل مع القضية المطروحة اتصل على 02-616-1100 أو أرسل رسالة قصيرة على 847700 لمشتركي STC، 640660 لمشتركي موبايلي أو 746262 لمشتركي زين. أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الثانية بعد الظهر، موعدي معكم أنا منال الشريف عبر أثير ألف ألف إف إم من السبت إلى الأربعاء في برنامجكم السعودية اليوم، فأهلا بكم. الدجاج والبيض يشكلان أحد المصادر الأساسية لطعامنا، حتى إنه من النادر أن يمر يوم دون أن يأكل أحدنا شيئا منها في وجباته بأشكال مختلفة. لذلك فليس من الغريب أن نطرح الأسئلة حول مصادر هذا الدجاج الذي نستهلكه والمخاطر الصحية التي قد تترتب على استهلاكه والمشاكل التي تواجه أصحاب المزارع التي توفره لنا وغيرها الكثير، خصوصا بعدما نشرت صحيفة الحياة تقريرا كشف عن دخول أدوية غير مرخصة وتخوف مستثمرين في قطاع الدجاج من الإعلان عن الأمراض التي تصيب قطعان الدجاج خوفا من إعدامها. عن ماذا تخبئ لنا مزارع الدجاج هي موضوع حلقتنا من برنامجكم السعودية اليوم. أرحب بكم مستمعينا ومع ضيفي الدكتور عبد الرحيم قاري، استشاري أمراض الدم والسرطان، أهلا وسهلا بك. حياكم الله وحي جمهور إذاعة ألف ألف. دكتور، في البداية يعني كثر الكلام هذه الأيام حول مزارع الدجاج وماذا تخبئ لنا، ما هي أبرز الأمراض التي من الممكن أن تصيب الدواجن وتنتقل منها إلى الإنسان؟ طبعا أنا اطلعت على التقرير، وتخصصي أنا طبعا طب بشري وليس طب بيطري، فللأسف ما أستطيع أعلق فيما يتعلق بموضوع الطب البيطري، لكن كما هو واضح أنه المخاطر تجاه الإنسان وصحة الإنسان هي أهم شيء، ربما يعني صحتنا هي أغلى ما نملك. طبعا التقرير كان بيتكلم على المشاكل في مزارع الدواجن، وأنه ربما يؤدي ذلك إلى إعدام الدواجن إذا أعلنوا عن أمراض لدى هذه الدواجن إلى آخره. كثير من الأمراض التي أو معظم الأمراض التي تصيب الحيوان لا تنتقل للإنسان، لأنه كل فصيلة من فصائل خلق الله سبحانه وتعالى لها أمراضها. أحيانا بعض الأمراض تنتقل لكن مش دائما. على الجانب الآخر طبعا هناك في مخاطر صحية من بعض الممارسات داخل مزارع الدواجن، مثل استخدام كما ذكر في التقرير استخدام أدوية غير مرخصة، استخدام المضادات الحيوية أيضا يشكل خطر على الإنسان. معروف أن المضادات الحيوية تستخدم في مزارع الحيوانات والدواجن بشكل كبير من أجل تحسين الإنتاج وزيادة الإنتاج وما شبه ذلك، ولا تستخدم لعلاج حيوان وإنما تستخدم بشكل شامل لجميع الدواجن. مثلا مزرعة يكون فيها مليون دجاجة بتعطى كل المليون دجاجة ضمن طعامها مضادات حيوية. كمان تستخدم أحيانا هرمونات، الهرمونات هذه تسبب نمو اللحم لدى الدواجن والحيوانات. هذه الهرمونات تشكل خطر على الإنسان في بعض الأحوال. واضح جدا، أنا دائما أقول أن أبناءنا وبناتنا طولهم ما شاء الله ضارب فوق أطول مننا، غالبا أقعد أنا أرجع وأقول من الهرمونات اللي بيأكلوها في الدجاج وفي اللحم. بداهة من ناحيتي أنا كدكتور أورام، هناك أورام تتأثر بالهرمونات مثل أورام الثدي، أورام المبايض، أورام البروستات لدى الرجال إلى آخره. يعني تناول هذه الهرمونات مع لحم الدجاج أو اللحوم البقر أو غيرها بدون داعي طبعا أو بدون داعي إنساني، يعني
يسبب أحيانا على مدى بعيد مشاكل، وهناك تقارير عن ذلك. في الجانب الآخر طبعا إذا كان هناك مادة ضارة وثبت ضررها، أنا أتوقع طبعا وأستطيع ربما أن أجزم بأن الجهات المختصة تمنعها. يا دكتور، يعني لم نسمع في الفترة السابقة عن أي مشاكل من الدجاج إلا أيام حمى الوادي المتصدع وما إلى ذلك. يعني كان هناك ممكن إنفلونزا اللي هي إنفلونزا الطيور على ما أعتقد. الآن هل ما زالت هذه الأمراض موجودة؟ هي طبعا أمراض وبائية كما هو معروف، هو إنفلونزا الطيور نوع من أنواع الإنفلونزا. مشكلته كان إنه طبيعي فيروس الإنفلونزا بغير نفسه كما هو معروف، فكان مشكلته إنه غير نفسه بشكل زيادة عن المعتاد، بحيث إنه البشر 6 بليون أو أكثر من البشر الموجودين على سطح الكرة الأرضية ما عندهم مناعة ضده، وكان بياخد وجه انتشار كده واسع إلى حد ما، لكن ما سبب وفيات أكثر من ما تسببه الإنفلونزا، فيروس الإنفلونزا العادي. لا نقصد بفيروس إنفلونزا العادي ما يسمى بنزلة البرد، لا، هناك فيروس خاص اسمه فيروس الإنفلونزا يأتي كل سنة ويسبب وفيات في العالم. إنفلونزا الطيور أخذ بعد لأنه كان في خوف من أنه يسبب وفيات كثيرة، لكن ما سبب أكثر من ما يسبب الإنفلونزا فيروس الإنفلونزا العادية. الجانب الآخر طبعا الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات، مثل كان حصل عندنا مرض بالإنجليزي يسموه فوت ماوث ديزيز، غير حمى الوادي المتصدع، ما نسيت ترجمته العربية للأمانة، أصاب البهائم وما شابه ذلك. هذه طبعا تسبب مشكلة اقتصادية، لكن ما تنتقل للإنسان بسهولة. يعني هذا اللي حبيت أقوله في البداية، إنه الأمراض الحيوانية ليس بالضرورة تنتقل للإنسان، لكن في مخاطر طبعا. مخاطر من أي نوع هذه المخاطر دكتور؟ أنا ذكرت أن الأدوية الغير مرخصة هذه اللي ذكرت في التقرير تشكل مخاطر، المضادات الحيوية تشكل مخاطر، الهرمونات تشكل مخاطر. معروف أن الدجاج والبيض أحيانا بينقل فيروس أو بكتيريا السلمونيلا، هذا مو لأن الدجاجة نفسها بتمرض بالسلمونيلا، ولكن في المسالخ يعني تتواجد بكتيريا السلمونيلا هذه وتتكاثر، وفي البيض أيضا توجد على سطح البيض أو هذا، ثم تصيب الإنسان. أحيانا الدجاجة نفسها كمان تمرض ببكتيريا السلمونيلا. فالشاهد في الموضوع يعني في صناعة الدواجن هناك مخاطر عديدة، مخاطر بشكل رئيسي من الصناعة نفسها وليس من أمراض تصيب الدواجن نفسها. ما هي الجهات دكتور التي تشارك في تطبيق الرقابة على مزارع الدواجن المنتشرة في المملكة؟ أتمنى أن تجيب لي بعد الفاصل. أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل قصير فابقوا معنا. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا هي ماذا تخبئ لنا مزارع الدواجن. وأذكر أخواني وأخواتي بأرقام البرنامج على SMS، شركة الاتصالات 847700، وشركة موبايلي 640660، شركة زين 7462662، تليفون البرنامج 02-616-11-02. أعود للدكتور عبد الرحيم قاري. دكتور، ما هي الجهات التي تشارك في تطبيق الرقابة على مزارع الدواجن المنتشرة في المملكة؟ هي طبعا جهة واحدة، وزارة الزراعة حسب معلوماتي. نعم. مسؤوليتها، وهي اللي بتقوم فعلا بمراقبة المزارع ووضع المعايير لها وإلى آخره. الآن معنا صاحب مزرعة الدواجن الأستاذ فهد حمود الحمودي. مرحبا بك أستاذ فهد. حياك الله. أهلا وسهلا بك في برنامج السعودية اليوم.
يا هلا ومرحبا، حياكم الله. أستاذ فهد، ما هي المشاكل التي يواجهها مزارعو الدواجن وخصوصا عندما انهم يوفرون سلعة أساسية للسوق المحلي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أولا قطاع الدواجن، أولا احنا نعمل في قطاع البياض يعني، وليس اللحم. مزرعتنا تشتغل في البياض، تنتج بيض. مشكلتين رئيسية تواجه المزارع بشكل عام، اللحم والبياض، مشكلة الأعلاف، وربما يمكن لن تناقشوها في هذه الحلقة. المشكلة الثانية الأمراض، وفي خلاف بيننا وبين أصحاب المفاقص، أنه حنا نتهمهم بأنه الأمراض من عندهم، وهم يتهمون بأنه ناتج عن خلل في الأمن الوقائي في المزارع. التحاليل تثبت بأنه معظم الأمراض من المفقس، من الصوص، يعني من السلالة، وليست من المزرعة. والمورد في النهاية يعوض صاحب المزرعة بكميات إضافية نتيجة الخلل الذي ظهر لديه. مشكلة الصوص ضعيف المناعة، ما في رقابة على الصوص، وهي المشكلة الأساسية في تلقيه للأمراض. طلبنا من الوزارة زيادة الرقابة على موردين الصوص. الآن في سلالة من السلالات خارجة من السوق بعد أن اتضح أن هذه السلالة تعاني من مشاكل وراثية، وبعد طبعا ما تراكمت عليها القضايا والشكاوي. إذن هي ليست بس فقط مشكلة خلل في الأمن الوقائي في المزرعة، لا، في مزارع تعمل بكفاءة وهي نموذج كما هو في الغرب. نعم، يعني تدار بأخصائيين مهرة وبأناس ورثوا هذه التجارة. نعم، وفي أفضل التقنيات وأفضل الطرق، ولكن يفاجأوا بأن الصوص الواصل وخلال السنتين الماضية جميع الصيصان مصابة بأمراض، وتحاليل وتقارير طبية تثبت بأن الخلل من الصوص في السنتين السابقتين وسببت خسائر كبيرة للمزارع. الدكتور عبد الرحيم، أستاذ فهد، دكتور عبد الرحيم يريد تعقيب على هذه النقطة بالذات. أستاذ فهد، معلش أنا اتلخبط كده شوية، وربما الجمهور اتلخبط معانا. نعم، المفاقس هي بتنتج الصوص؟ لا، هي وكلاء لسلالات عالمية. طيب، يعني المفاقس المحلية بتستورد الصوص من خارج المملكة؟ تستورد الأمهات اللي تبيض بيض الفقس. أيوة، وإنتوا بتبيعوا بيض للاستهلاك، للأكل؟ أيوة، مائدة. طيب، والأصحاب المزارع اللي بتنتج الدواجن اللاحمة بيأخذوا نفس الصوص؟ لا، هي سلالات مختلفة، ولكن المفاقس جميعها مشتركة بكل الأمراض. أي يعني بس يأخذ سلالة أخرى للدواجن اللاحمة، لكن من نفس المفقس اللي بيستورد من خارج المملكة الأمهات أو الدجاجات اللي بتبيض الصوص، اللي بتبيض البيض اللي بيفق الصوص. نعم، السلالات يا دكتور كلها سلالات أوروبية وأمريكية. أي، وكلاء موجودين هنا. أي، تلقى مثلا وكيل لسلالة تفقس بياض، ووكيل لسلالة تفقس لاحم، والوكلاء كثر. أيه، والأسماء التجارية كثيرة. طيب، والمشكلة فين؟ المشكلة تأتي من أين؟ معلش أنا أتلخبط شوية، وأتوقع الجمهور أنا كمان أتلخبط. نعم، المشكلة بعض الأحيان تكون من نفس صاحب السلالة اللي هي الأوروبية والأمريكية، يعمل خلل في الجينات، يحاول يعدل ويطور في جينات الدواجن، يا أنه مثلا تكون نموها سريع مثلا بالنسبة للاحم، أو يحاول مثلا بالنسبة للبياض أنه يزيد في غزارة الإنتاج، فيقوم يلعب في الجينات. أيه، كثير من المشاكل. أيه، طيب، هذا من ناحية صاحب السلالة اللي في الخارج. وفي الداخل هنا التحصينات يكون عنده مشكلة في أثناء التحصينات، وتظهر في أمراض في الصوص، ويأتي الصوص ضعيف،
غير مطابق للأوزان المتعارف عليها. هل يحدث فيه وفيات؟ هل بيتم إعدام الصوص عند اكتشاف إنها مريضة؟ ماذا يفعل أصحاب الدواجن؟ لا لا، الأمراض كلها اللي تصيب الصوص غير مؤثرة على المنتج النهائي وعلى البيضة وعلى سلامة استخدامها للمستهلك، أبدا غير مؤثرة. هو المتضرر الوحيد صاحب المزرعة، الصوص الضعيف التعبان تلقائي يخرج من الإنتاج يموت تلقائي. ولكن جميع هذه الأمراض أبدا غير معدية للإنسان نهائيا، هو المتضرر الوحيد صاحب المزرعة. أستاذ فهد أتمنى أن تبقى معي لأنه يوجد لدينا العديد من الاتصالات. معي الأستاذ عبد العزيز، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك أستاذ عبد العزيز. مساكم الله بالخير جميعا. مساء النور والسرور، تفضل. والله أنا شدني الموضوع بصراحة وحبيت أشارك معك. تفضل أخوي. فعلا والله هذه المزارع إنتاج الدجاج يعني فعلا والله هي فيها مشاكل يعني، وكلنا مأيدين الشيء هذا وكلنا عارفين الشيء هذا. نعم. وبالنسبة للأخ اللي يتكلم يعني عن الصوص ومعدل وراثيا والكلام هذا، فعلا هذا كلام صحيح، من سمعنا عنه وبحثنا في النت وشفنا والأخبار وكذا يعني يتكلمون عن الناس بشكل كبير يعني، لكنها لا تشكل أي خطر بالنسبة لصحة الآدمي. لا بس أنا أتوقع أنها أكيد يعني راح تسبب أخطار، لأنها ذنها معدل وراثيا يعني يكون تغير، هذا تغير في خلقة الله عز وجل، صح ولا لا؟ نعم، أنا ماني متخصصة والدكتور عبد الرحيم ما أعرف إيش رأيه في هذا الموضوع. والله أنا أعرف إنه في رأيك يا أستاذ يا دكتور. أنا أدري من قراءاتي العامة إنه في اختلاف كبير بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة تعديل الدواجن ولا الأبقار ولا غيرها وراثيا. لكن سؤالي بالنسبة للأستاذ فهد، هل هناك مواصفات ومقاييس وضعت من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية أو من وزارة الزراعة تقتضي عدم وجود تعديل وراثي أو محدودية التعديل الوراثي مثلا أو شيء زي كده؟ والله لم أطلع على أي نظام، لكن الواقع يحاكينا يقول أنه ما في أي رقابة يعني، حتى في آلية التعويض لا رقيب، حتى لما تروح تشتكي لا يلتفتوا إلى شكوى المزارع، تحاول تبلغهم بأنه خلل نتيجة تحصيل معين، خطأ من صاحب المقص نفسه اللي هنا موجود عندنا، في أخطاء حصلت في التحصينات في طريقة التحصين. لا تجد يعني في الحقيقة في ضعف في الرقابة من وزارة الزراعة في هذا الموضوع. نعم نعم أستاذ فهد. هو بس حصل على الوكالة وحصل على الإذن والموافقات، وبعد ذلك في الحقيقة المراقبة عامة وليست يعني لم تتعمق في المشاكل، ولم تسمع الوزارة بمشاكل المزارعين مع المفاقس، لم بس عندهم بطريقة معينة أمن وقائي نظيف المزرعة أو المسقط نظيف، إجراءات كذا عامة شكلية. نعم. أما في الحقيقة أنهم يتعمقوا في المشاكل الصحيحة والأساسية والأمراض والخطأ والتعويض والضرر، ليس هناك من يتابع. شكرا لك أستاذ فهد، أتمنى أن تبقى معي، وشكرا للأستاذ عبد العزيز من جدة. معنا الأستاذ عبد الرحمن من الخرج، مرحبا بك أخي عبد الرحمن. ألو. معنا الأخ أبو ناصر من الرياض، مرحبا بك أخي أبو ناصر. ألو. فقدنا الاتصال بالأستاذ. ألو مرحبا. أعود للأستاذ أستاذ فهد. أستاذ فهد، طيب ما هي يعني نقدر نقول الحلول اللي ممكن تقدر أنت كصاحب مزرعة تطالبها من وزارة الزراعة ومن الدولة؟ التوصيات ممكن نقول عمل معمل مركزي متخصص لتشخيص الأمراض، مراقبة عملية اللقاحات الحية التي تدخل في بعض المزارع ولا تدخل في مزارع أخرى في نفس المنطقة، يعني كل منطقة إذا كنا نتكلم بإجمالي المشاكل كلها اللي تسبب أخطار وأمراض على 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 الدواجن سواء البياض واللاحم، عندنا عدة توصيات رفعناها لوزارة الزراعة، طلبنا منهم عمل معمل مركزي متخصص تشخيص الأمراض يكون على كفاءة عالية، يعني لا ترسل التحاليل إلى خارج المملكة أو تستغرق وقت أو حتى لا يلتفت إلى أحد نظرا لمثلا التكاليف. اثنين، مراقبة عملية اللقاحات الحية التي تدخل في بعض المزارع ولا تدخل في مزارع أخرى في نفس المنطقة، مثلا نجد منطقة الخرج أو بيئتها تختلف عن منطقة مثلا
الشرق أو الغرب، تختلف الفيروسات من منطقة إلى أخرى. فلا يوجد دراسة فعلا حقيقية أنه صاحب المزرعة يجب أن يعطي لقاحات وتحصينات معينة نظرا لوجود فيروسات معينة في هذه المنطقة. اثنين، عمل برنامج إرشادي متقارب في جميع المزارع المنطقة الواحدة تحت إشراف وزارة الزراعة، توفير اللقاحات التي تعاني من نقص في الأسواق، في نقص في اللقاحات، مراقبة شركات الصوص بإنتاج صوص جيد خالي من الأمراض والتي تنتقل رأسيا للصوص. نعم يعني. أستاذ فهد، هناك رسالة لك ولكن بعد الفاصل. أعزائي المستمعين والمستمعات، فاصل قصير فابقوا معنا. أعزائي المستمعين والمستمعات، نعود معكم مرة أخرى في برنامجكم السعودية اليوم، وقضيتنا هي ماذا تخبئ لنا مزارع الدواجن. وأذكر أخواني وأخواتي برقم البرنامج 02-616-11-02. معنا اتصال من الأخ عبد الرحمن من الخرج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي عبد الرحمن. أهلا. يا ريت تقصر الصوت، أكون شاكرة لحضرتك. ما هي مداخلة بس ممكن. تفضل أنت على الهواء. أنت على الهواء أخوي عبد الرحمن، تفضل. أختي منى السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. أحيي فهد وأخي، أحيي الدكتور حقيقة. أهلا بك. الأخ فهد، بالنسبة لكلام أن هناك هرمونات وهناك جينات وهناك جينات فاسدة أو هناك صوص أو شيء، أنا من أهل الخرج طبعاً، والمزارع مزارع الدواجن تقريباً يمكن أغلبها في الخرج والمناطق اللي حول الخرج. أنا أطلع من عملي الصباح الساعة 6، أمر على المزارع هذه وأنا راجع تقريباً يكون الطريق نفسه، أشوف يعني بكل أمانة سوء إدارة في المزارع هذه. هذا من الخارج، المزارع جميعها مغطاة بالشنك، وهذا يسبب حرارة زائدة إلى الصوص ويسبب حرارة زائدة للبيض. الحاجة الثانية، نقل البيض، يتم نقل البيض بسيارات لا تكييف، سيارات جميعها قديمة بدون تكييف بدون أي اشتراطات صحية، وصاحب المزرعة يعلم بذلك والعمالة يعلمون بذلك. ألا يكون هناك رقابة داخلية من صاحب المزرعة؟ أنا أحيي الأخ فهد يقول أن هناك صوص وهناك وهناك. يا أخ فهد، أنت تعلم أن هناك مشكلة، في مشكلة أنت تعلمها بسبب خبرتك. خلينا نتكلم عن وزارة الزراعة أو حماية المستهلك أو أي رقابة. أنت يا أخ فهد لديك رقابة داخلية، لديك علم داخلي بأن الصوص هذا مستورد من أماكن موبوءة أو من أماكن تنقصها العناية التامة. ليش أدخلها إلى مزرعتي وأسوي لها إنتاج وتكبير، ولما في الآخر يجي منها إنتاج سيء أقول والله فيه مشكلة عندي من الأساس من الصوص؟ نعم. هذا يرضي الله سبحانه وتعالى. الأطفال الآن لو نظرت أطفالي وأطفالك وأطفال أي شخص لهم اعتياد، يعني أنا سويت دراسة لأطفالي اعتياد، إذا تغدي، إذا أفطر الساعة 6 من وجبات سريعة ما يجي الساعة 12 إلا يطلب الغداء من نفس الوجبة، وإذا أكل الساعة 12 ما يتم الساعة 6 المغرب 7 المغرب إلا يكون جاية. هناك سمنات مفرطة في الأطفال، هناك ارتفاع في هرمونات الأنوثة لدى الذكور، والعكس كذلك ارتفاع يعني زيادة معدلات الهرمونات لدى البنات. أجسام البنات يعني كبر بأشكال غير طبيعية بسبب الهرمونات بسبب الأمور هذه. ألا نخشى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه؟ شكرا يا أخي منار، شكرا لك يا أخي عبد الرحمن. يعذرني الأخ فهد، لكن والله شيء يبكي القلب، يبكي القلب قبل أن تدمع العين منها يا أختي. أهلا، شكرا لك وأهلا بك في برنامج السعودية اليوم. أهلا بك معنا الأخ عبد الرحمن من جدة. مرحبا بك أخي عبد الرحمن. يا هلا والله وغلا، حي الأستاذ فهد. أهلا بك. وحي الدكتور وحييك على البرنامج الناجح. الله يسلمك. أنا كان لي عندي تساؤل بس الأستاذ فهد، تفضل. هل الظروف الطبيعية بتأثر على المزارع؟ وهل وزارة الصحة أو وزارة الزراعة مصدرة أشياء تخص الظروف؟ واشوف ان انتم حضرتك بتقول الظروف، ها يعني ما سمعنا، الظروف المناخية. نعم، او الظروف الطبيعية لها تأثيرات معروفة. نعم تمام. طيب انا اشوف ان انتم متحملين على اصحاب المزارع. نعم. هل وزارة الزراعة او وزارة الصحة اصدرت بيان او شروط لتجهيز المزرعة؟ نحن لسنا متحاملين أخي عبد الرحمن، نحن نناقش قضية مزارع الدواجن بصفة عامة ونناقش. تمام تمام. نعم. أنا مو أقصد التحامل بقصة التحامل، لا. هل إيش التعويضات اللي تعود على أصحاب المزارع
نعم. بسبب الظروف المناخية. نعم نعم، شكرا لك أخي عبد الرحمن. أيضا هناك رسالة لك أستاذ فهد، يقول الأخ عبد الله القرني من جدة: مزارع الدواجن هي إحدى الكوارث الوطنية، حيث أن هناك الكثير من المزارع التي تدار بغير أساس علمي، ويتم تصريف منتجاتها إلى اليوم في استهتار واضح بصحة المواطنين. ماذا تقول أستاذ فهد على ما ذكروا الأخوان؟ طيب أخ منال، أولا يجب أن نتفق بأنه نحن بأمر الله نوفر أمن غذائي للبلد. نعم. أو قضية الأمن الغذائي قضية استراتيجية، الدولة سعت على دعم هذا القطاع منذ عقود طويلة وأنفقت عدة مليارات. رقابة الوزارة شديدة جدا على أصحاب المزارع، وأغلقت عدة مشاريع وغرمت الكثير من المشاريع. الرقابة جدا قوية. بالنسبة للظروف المناخية، لا شك أن جميع المزارع مجهزة بخلايا تبريد وتدفئة في نفس الوقت. المنتج الذي يصل إلى الأسواق منتج نظيف 100%. سليم على المستهلك. في بعض المزارع التي تعمل ممكن بعشوائيات دون اتباع نظام وقائي سليم، هذه مصيرها بإذن الله للانتهاء للزوال أو توقيع غرامة عليها. رقابة الوزارة جدا جدا شديدة. فإذا قضية توفير الأمن الغذائي لابد من وجود منتجين للاحم والبياض حتى يؤمنوا قوت لهذا البلد. فلا يمكن أن نقول لا نقبل بتربية الصوص، لأن هذا هو الموجود. الموجود هذا هو الصوص في السنتين الأخيرة، يأتي ضعيف، يأتي حامل كثير من المشاكل. المشاكل هذه غير ضارة للمستهلك، هذه المشاكل يتحملها دائما المزارع وهي خسائر عليه. الدكتور، الصوص غير جيد تلقائي يخرج من الإنتاج بعد ما تستمر معه في دورة تربية وغذاء وتكاليف ومصروفات، تلقائي يخرج من الإنتاج وينتهي عمره. الخسائر فقط على المزارع. بالنسبة لقضية برضو بعض الظروف المناخية، نجد البلدية لم تخدمنا في الوقت السابق بالنسبة لتغطية سوق البيض. يعني تخيلي، كانت البلدية تغرم من يخزن بيضه تحت أو في غرف مبردة في حول السوق، كانت تغلق محله تقول له لازم تعرض بضاعتك في الخارج، وهذا منتج مخصص للأطفال. فقلة وعي أيضا البلدية ساهم في كثير من المشاكل، ووقعت علينا عدة غرامات خاصة في فصل الصيف. لا يجوز عرض بضاعة مثل البيض سريع التلف وسريع الهلاك، تعرضه في الشمس وفي الأجواء الحارة. يعني على مدى 25 سنة سابقة من أنشئ سوق الربوة، يمنع علينا وضع البيض في محلات مكيفة مغلقة، يعني يغلق المحل وتصادر البضاعة. يعني هناك تفاعل من وزارة الزراعة ومن البلديات أيضا. الآن البلدية في السنة الأخيرة بنت لنا سوق مغلق مكيف. نعم. بس 25 سنة سابقة البلدية كانت تحارب من يضع بضاعته في مكان مكيف أو 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 داخل غرف مكيفة. غريب. يعني قلة الوعي برضو بعض الأحيان في الأجهزة قد تخطئ في موضوع التعامل مع 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 مع, مع نوع البضاعة. تفضل. الدكتور عبد الرحيم يريد التعقيب على ما ذكرت. أستاذ فهد، يعني جزاك الله الخير، أنت تحدثت عن الأمن الغذائي، هل يوجد لدينا منتجين سلالات؟ لماذا لا يوجد لدينا؟ إحنا للأسف في كثير من القطاعات، ليس قطاع الدواجن فقط، نستورد دائما التقنيات. لماذا لا يوجد لدينا إنتاج سلالات من الصوص؟ هي معظم السلالات هي ترتيبها جدود، وبعدين تأتي الأمهات من بعضها، من بعدها تأتي الأمهات. فمعظم الوكلاء هم يملكوا الأمهات ولكن لا يملكوا الجدود. الجدود هي لأنه أصلا كل هذه السلالات أوروبية وأمريكية، وقضية أنك تشتري هذه الجدود مكلفة جدا.
يعني أنا معلش خليني أسألك سؤال ببساطة. كنا زمان يعني قبل 30-40 سنة عندنا أي قروي عنده كم دجاجة كده حوالين مزرعته إلى آخره، بينتج سواء يذبح دجاج ويأكله أو بيض ويأكله إلى آخره. لكن الآن صار في صناعة، الصناعة هذه يعني ما المانع أن نمسك دجاجات ملكناها ثم ننتج منها سلالات؟ يعني لو أخذنا الأمهات هذه وأنتجنا منها دجاج ينتج في المستقبل، ممنوع مثلا لأنه أحق السلالة هذه ليس لنا ملكيته؟ طبعا لازم تشترى هذه السلالة، وشراء السلالة هذه غالية جدا، وبدون دعم صندوق التنمية الزراعي لهذا القطاع بالشكل اللي أنت تتحدث عنه يا دكتور، لن يستطيع أي مستثمر أنه يشتري سلالة الجدود ويحفظها عنده ويبدأ ينتج أمهات، ومن الأمهات تبيض لنا البيض الفقر. فهي سلسلة مركبة، ويحتاج هذا القطاع في الحقيقة إلى دعم أكبر من صندوق التنمية الزراعي. ممكن تترجم كل أفكارك، نعم ونعم. في الشكل المحدود الصغير كان زمان عندنا جدود وأمهات تجدها موجودة في المزارع والبيوت، ولكن أنت تتكلم على تجارة، على توفير أمن غذائي لملايين. فيجب أنه الدولة تدعم هذا التوجه. نعم ممكن. أستاذ فهد يقول أصحاب المزارع أن تكاليف الأعلاف تشكل 80% من تكاليف التشغيل، ومع ذلك ومع كل دعم حكومي للأعلاف أو انخفاض لأسعارها دوليا لا نشهد انخفاض لأسعار الدجاج لدينا، لماذا؟ فاتني الجزء الأول من السؤال. تكاليف الأعلاف، أن تكاليف الأعلاف تشكل 80% من تكاليف التشغيل. نعم. ومع ذلك ومع كل دعم حكومي للأعلاف أو انخفاض لأسعارها دوليا لا نشهد انخفاض للأسعار لدينا، لماذا؟ لماذا؟ لأنه قضية احتكار مصانع الأعلاف للعلف، هذه القضية، هذه المشكلة الكبيرة. يعني مثلا تجدي في السنتين الأخيرة تضاعف سعر العلف، زاد من 700 ريال أصبح 1400 ريال خلال السنتين السابقة. فلما تأتي إعانة الدولة تمثل مثلا 220 ريال، ما زال العلف يعد سعره مرتفع، ولا يستطيع المزارع أن يغطي تكاليفه. عدم الرقابة على مصانع الأعلاف هو الذي أدى إلى ارتفاع المنتجات في الأسواق. الأعلاف لا يوجد إلا عدد محدود من المصانع، عدد جدا جدا محدود، وهي محتكرة لهذه الصناعة. نعم. أوقفت الحكومة نقل الدواجن الحية ومنعت المسالخ التي كانت تنتشر في الأحياء منذ فترة طويلة، ولكن يعني البعض يقول إنه هذه الممارسات لا زالت موجودة بشكل غير نظامي، هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيح فمن أين تأتي هذه الدواجن؟ ألا تأتي من مزارع مرخصة في النهاية؟ والله احنا سمعنا مثل ما سمعتوا، ولكن النظام يمنع. يعني حتى جميع حواجز التفتيش تمنع وتغرم، ولا يمكن نقل دجاج حي الا بموافقه وزاره الزراعه، والعقوبات مشدده في هذا الامر، ومن يعمل هذا فهو يخاطر في نفسه يعني لا بعد الحدود. نعم. اتمنى ان اعتقد انها حالات فرديه، ولكن النظام نظام، والنظام قوي جدا جدا. نعم. أتمنى أن تبقى معي أستاذ فهد. معي أيضا الأستاذ فهد الموركي، صحفي بجريدة الحياة ومتابع لموضوع الدواجن. مرحبا بك أخويا فهد. أهلا السلام عليكم، أحيي ضيوفك وأحيي المستمعين الكرام. أهلا بك ومرحبا. وتابعنا القضية التي نشرت في صحيفة الحياة، ويعني ماذا رأيت ولماذا يعني اهتميت بهذا الموضوع؟ والله أنا جلست مع أكثر من مزارعي دواجن. نعم. شكوا لي عدد من الشكاوي، ومن أبرزها نعم إنه المزارع الدواجن أو مصانع الأعلاف لم تلتزم بقرار الأمر السام بزيادة الدعم المقرر لمدخلات الأعلاف، ولم يستفد منها المستثمرون في صناعة الدواجن وكذلك المواطنين، وذلك عدم فيها المستوردين ومصنع الأعلاف والمماطلة في تخفيض أسعار الأعلاف بما نص عليه الأمر الملكي، واستمرار تمرير السياسات التسويقية الاحتكارية على حساب خسائر المزارعين وارتفاع المديونيات، وأن السياسة التسويقية لمصانع الأعلاف تهدد جميع مزارع الدواجن بالتوقف عن إنتاج تراكم ديون عليهم. وهو يعتبر وضع مزارع الدواجن الحالي بالخطر في عدم تدارك هذه السياسات الاحتكارية.
وأن المشاريع الدواجن تشكل أحد أهم جوانب ما نعرف الأمن الغذائي عند المملكة، وأن استمرار الوضع الراهن سيؤدي بمزارع الدواجن إلى الإفلاس والخروج من السوق. حضرتك أخي فهد ذكرت أنه معالي الوزير هو من كشف عن ذلك. معالي الوزير كشف أنه جميع الدواجن فاشلة بما تعني الكلمة، لأنها لم تقم بدورها. هذا رقم واحد. نعم نعم هذا رقم واحد، انه اعترف بفشل جمعية الدواجن، بالإضافة الى مثل ما ذكرت في تقريرك قلة عدد الأطباء البيطريين. نعم، قلة عدد الأطباء البيطريين، وانه سيكون وهل نحن عاجزين وهل نحن كدولة عاجزين؟ نعم. ها اخوي فهد، والحد من من اللقاحات المقلدة. نعم. التي قد تسبب أمراض للبشر إذا تم إعطاؤها للدواجن. أتمنى أن تبقى معي أخي فهد. أعود للدكتور عبد الرحيم. دكتور عبد الرحيم، هل نحن كدولة أو كجهاز في وزارة كوزارة الزراعة يعني عاجزين عن توفير أطباء بيطريين؟ والله أنا ما أعرف أجاوب على هذا السؤال، لأن أنا ماني مسؤول في وزارة الزراعة، لكن على كل أحوال أنا اللي أعلمه أنه في جامعة الملك سعود على الأقل في الرياض في كلية زراعة بتخرج أطباء بيطريين كمان، أو مهندسين زراعيين، ما أدري إذا كان أطباء بيطريين، لأنه تلخبط شويتين على كل حال. لكن على كل أحوال يعني هناك أعداد كبيرة من الأطباء البيطريين الذين يمكن استخدامهم في حالة عدم توفر الأطباء البيطريين السعوديين، فأتصور أنه ما هي مشكلة صعبة جدا، لأنه في أعداد كبيرة مستعدين يشتغلوا هنا سواء من مصر أو من الهند أو من غيرها يعني. شكرا لك دكتور. أعود لك أستاذ فهد الموركي، يعني بماذا طالبت من خلال تقريرك؟ والله أنا طالبت أنه يكون في نالك بفرض من الجهات الحكومية بفرض مزيد من الرقابة على مصانع العلاف الحيلولة دون استمرار احتكار الأسعار، بالإضافة للمطالبة بإيجاد نظام للمحاسبة في عدم وجود أي تجاوزات. جميل. يعني وأنه يكون خصم من الجهات الحكومية على مصانع العلاف جزء من الدعم العلاف الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين. يعني لا يوجد، يعني تقريرك ذكر أنه هناك قلة عدد في الأطباء، طيب كيف هي المختبرات التي قد تكشف إذا كانت هذه الدواجن أو هذا البيض به من الفيروسات أو صالح أو غير صالح؟ والله في المختبرات هذه ممكن تسأل عنها أصحاب الدواجن، أعتقد أنه أصحاب الدواجن. نعم. يشتكون من هذه النقطة، يعني أنه ما في مختبرات، يعني ممكن مختبرات تعد على الأصابع 2 أو 3. نعم. على مستوى المملكة، وصناعة الدواجن عندنا استثماراتها تفوق 5 مليار ريال. نعم، أشكرك يعني جدا. نتمنى أن وزارة الزراعة تنتبه لهذه الجزئية، وأن تقوم بإنشاء مختبرات للفحص على مزارع الدواجن وعلى سلامة الدواجن، وأيضا أن تكون هناك رقابة على أسعار الأعلاف التي لم يستفد منها المواطن الآن. أشكرك. في المحصلة النهائية للمنتج النهائي. أشكرك جدا أخي فهد الموركي الصحفي بجريدة الحياة، وتمنياتنا لك بالتوفيق. أعود للأستاذ فهد حمود الحمودي. أستاذ فهد، بماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ أشكركم على هذا الاهتمام، وأتمنى التواصل ودائما النقاش هذه القضية لأكثر من مرة للفت أو توعية الرأي العام ولفت انتباه المسؤولين عن ما يعاني منه هذا القطاع. من يدخل في هذا القطاع لا يستطيع أن يخرج. نعم. لأنه في الحقيقة يعني يتحمل كثير من الأعباء والتكاليف والمديونيات. فالاستمرار له أفضل من الخروج، لأنه خروجه يعني خسارة أكبر وأكبر. نرجو من وزارة الزراعة والتجارة حماية هذا القطاع. القطاع صعب جدا إدارته، المخاطر تبلغ فيه 70-80%، يعني قد تربح ملايين في سنة وقد تخسر أضعافها في السنة الأخرى. إدارته صعب، تشغيله صعب،
وهو في النهاية أمن غذائي للبلد، ويجب رعايته والاهتمام به من جميع الوزارات خاصة التجارة والزراعة، ويجب السماع لشكواهم. لا يمكن أحد أن يستثمر في هذا القطاع وينفق ملايين وهو غير جاد في إنتاج في النهاية سلعة جيدة ومنافسة، والله الحمد إنتاجنا مطلوب في جميع دول الخليج، ويعد من أفضل المنتجات، ينافس جميع المنتجات العالمية، وهو مميز لدى الأسواق الخليجية ومرغوب، ويباع بأسعار أعلى من جميع المنتجات الأوروبية. إنتاجنا يحمل جودة عالية وتحت رقابة جيدة ممتازة، والمنافسة تفرض على المنتج أن يتبع أعلى درجات الجودة. لا خوف على المواطنين من جميع المنتجات، منتجاتنا سليمة 100%. الأمراض التي تصيب الصيصان هي أمراض يتحملها المنتج صاحب المزرعة. أشكرك جدا أستاذ فهد حمود الحمودي صاحب مزرعة دواجن في الرياض. أعود لك دكتور عبد الرحيم قارئ، حضرتك بماذا تريد أن تختم هذه الحلقة؟ والله أنا اللي أتمنى أننا ما جعلنا المواطنين يصابوا بالذعر. نعم. وأنا متأكد أنه نسبة كبيرة من الموائد الغداء الآن في السعودية عليها دجاج، وأتمنى أنه ما يكونوا أصدت نفسهم يعني. نعم. أنا شخصيا ما أدري إذا كان حظي اليوم أكل دجاج ولا لا. نعم. شكرا لك دكتور عبد الرحيم قارئ استشاري أمراض السرطان ومدير مركز قارئ لعلاج أمراض الدم والسرطان. أعزائي المستمعين والمستمعات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الساعة التي حاولنا أن نأتيكم خلالها بالمعلومة ونحلل لكم الخبر ونضعكم في الصورة. محبتكم منال الشريف تتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها في أمان الله وحفظه.